ها كرم الرباني يا جماعة. الله أكبر عليك. قل هو الله واحد 10 مرات تصير بالجنة. اعمل لك 10 قصور كل يوم. 100 مرة قل هو الله واحد 10 دقائق ربع ساعة. اعمل لك 10 قصور. والله دعاء يونس يا اخواني في اخر الزمان لا ينجو الا من دعا بدعاء الغريق. انو دعاء الغريق؟ دعاء يونس يا جماعة. انو ما عندوش هم؟ انو ما عندوش هم؟ قول انو ما عندوش هم؟ انو اللي عندهم؟ ها؟ همك غمك حزنك في هذا الدعاء. قال لا ينجو من الغم والهم والحزن في آخر الزمان إلا من دعا بدعاء يونس. شو هو؟ فلولا أنه كان من المسبحين. اللهم اجعلنا من المسبحين. المنافق بيقدرش يسبح يا جماعة. إذا الإنسان بيسبحش معناته عنده نفاق. دير بالك لا يثبت التسبيح إلا في قلب مؤمن. اللهم ثبت التسبيح في قلوبنا. اللهم ثبت لا إله إلا الله في قلوبنا. اللهم ثبت محمد رسول الله في قلوبنا وشريها على لساننا عند الموت. همك حزنك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه حبة عالريق وحبة المساء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أي والله شرايينك بتتفتح. أي والله صدرك بيوسع. أي والله عظمة الله بتجي في قلبك. أي والله النور بينزل في قلبك. أي والله الظلمة بتطلع من قلبك. أي والله بتصير تحب لا إله إلا الله. لا إله إلا أنت اللي بقولها 10 اللي بقولها 100 مرة قديش بدها 10 دقائق شو إله؟ اسمع اسمع كم جائزة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أكم جائزة؟ 100 حسنة هدول ولا إشي. 100 سيئة هدول ولا إشي. 10 رقاب من ولد إسماعيل. وشو؟ ما حداش بيجيب هدول للأكتر منه. والأدهى وأمرانية كانت له حرز من الشيطان يومي ذلك. قال شيطاني معرن. ما انت مش قايل لا إله إلا الله. ابتي بيده عنك. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. يا شيخ انت بتتكلم تتكلمش عن الربا وتتكلمش عن الكذا. والله يا اخواني لا يجي في حياتنا هذا الكلام. والله لا بضل عنا ربا ولا بضل عنا اكل ولاية ولا بضل نضخ على بعضنا ولا بضل المشاكل ولا بضل الطوش. والله لو يجي هذا الكلام حقيقة في قلوبنا الا ما نصحى نتقاتل احنا والناس. فيش معنا وقت يا جماعة. يا اخي فيش معي وقت يا اخي. تعال اجادلك يا اخي. بديش تجادلني ولا اجادلك. والله ما معي وقت. والله المؤمن ما معه وقت يا اخواني. ما عاش وقت. بحب الله يا جماعة. الله يجعلكم تحبوا الله يا رب. الله يجعلكم تحبوا صلاة الفجر في جماعة. الله يجعلكم تحبوا الانس بالله. والله ما انحرمت الامة من المليارات قد ما انحرمت من الانس بالله. تشكي لربك همك يا رجل. عندك هم عندك ضيق اشكي لربك. هو كل ليلة بينزل. مش كل 6 أشهر ولا كل سنة. كل ليلة بينزل. قال بس سنة الجاي بس تيجي سنة الجاي السنة راحت علي. لا يا أخي. إذا عندك نور في قلبك وإذا عندك إيمان في قلبك وإذا أنت مصلح مع ربك وإذا أنت بتحب ربك كل ليلة. بس يلا وين الرجال؟ وين اللي يحول الصبح يقول له أنا يا رب أنا الفقير أنا المريض أنا اللي عندي هم أنا اللي أولادي مش راضين علي أنا المرتي شاموس يا الله أنا المرتي مش راضي علي أنا اللي عندي هم أنا اللي عندي غم أنا اللي حول يشكي له. والله لا تشكي له إلا يحل لك مشاكلك. أما بتروح لفلان وعلنتان والله ما بيحك لك مشاكلك ولا حاجه. والله ما بيحلها إلا هو. أنا المريض أنا الفقير أنا يا رب أنا اللي عنده هم أنا يا رب أنا اللي حدا معتدي عليه أنا يا رب أنا اللي أنا انسك المال أنا يا رب. حول رد على ربك. كل ليلة بينادي عليك كل ليلة بينادي عليك. بدل ما انت تناوي تنادي على القوي هو بينادي عليك. قولينا زكري سمع زلهوش حاج ها بس نطول على الناس. احنا ما بدنا نطول على الناس يا اخواني. الله يا ربي يشرح صدور كل الدين وينور قلوب كل الدين ويسر علينا الطاعات. اللهم آمين آمين يا رب العرش الكريم. يا اخواني الصحابة داء حلاوة الحياة الطيبة. حلاوة الحياة الطيبة داء. اللهم ارزقنا الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. اللهم اجعلنا منهم يا الله. فلنحيينه حياة طيبة. فيش عنده جيب يا جماعة. فيش عنده فيلا يا جماعة. فيش عنده قصر يا جماعة. فيش عنده دولارات. جيرين مقطعات ايديه مقطعات. فلنحيينه
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يا أخواني الداعي إلى الله يوم القيامة بيجي مع الأنبياء، قولوا اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا دعاة مقبولين يا ذا الجلال والإكرام. الداعي إلى الله بيجي يوم القيامة مع الأنبياء، من أتاه الموت وهو يطلب العلم وهو ينشر العلم وهو يعلم العلم ليحيي به دار الإسلام، كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة. اسمع اسمع، بدك تعرف مقامك اعرف في ايش الله قامك، بدك تعرف مقامك اعرف في ايش الله قامك. اذا شغلك معناته حبك، اذا شغلك في الدعوة معناته حبك، واذا تقيل عليك الدعوة ابكي لربك ابكي لربك ابكي لربك، قول يا رب يمكن نغضب والديك، يمكن ناكل حرام، يمكن في عندك تفرط في شيء، يمكن صالح حدا.